حي نوادر لكل مشاهدينا عبر هذا الصباح من صباح الشروق، الاهتمام بتفاصيلنا السودانية سواء كان من خلال القطاعات المختلفة. السياحة في السودان هي واحدة من أهم القطاعات الممكن تعمل في الفترة المقبلة على دعم الاقتصاد في السودان. كيف لنا أن نعمل على تطوير السياحة في السودان وجذب السواح، لأنه في النهاية دي ممكن تعمل لنا مردود عائدي يدعم الاقتصاد. حنتابع البجراوية والسياحة في السودان. تحول وترتقي المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بولاية نهر النيل لتكون قبلة مقصودة ومنارة مختارة للسياحة في السودان، لأنه بإمكان الزائرين والسياح الأجانب سواء من أوروبا أو أمريكا الشمالية أو بعض دول المنطقة العربية والأفريقية والآسيوية الذين تجذبهم وتستهويهم سحر وعتاقة مواقع النقعة والمصورات والبجراوية البقاء والمكوث أطول فترة، مما يتيح لهم التعرف عن قرب على أسرارها وكنوزها التاريخية. طبيعة الحياة في المواقع الأثرية بالبجراوية لا زالت تشكل جزءا أصيلا من حضارة وتاريخ المنطقة، ولذلك ارتبطت حياة القبائل التي تسكن حول البجراوية بوادي الطرابيل وغيره، وتأثرت لحد كبير من خلال تقاليدها الاجتماعية وخصائصها الثقافية وملامحها الفلكلورية بالعمق التاريخي لحضارة مروي وحركة السياحة على مواقعها الأثرية الشاخصة. نسام الشمال الجاي من قدام خلى الريق بسيسة وحرق الأقدام، خلانا نصلي العيد من دون بلاي إمام عيون أكبر وزرقا فوق بياض الشام. الجمال في البجراوية تستأثر بمكانة خاصة لدى أهل المنطقة والزائرين لها، فهي تشارك الإنسان هنا داخل المواقع الأثرية حق الإقامة والتنقل والسياحة بين الأهرامات والتطلع للآخرين دون تمييز أو حرج. ولذلك من الطبيعي أن تمثل الجمال بحضورها الدائم ومكانتها الاجتماعية والسياحية المرموقة قيمة ذات بعد وعمق تراثي أصيل في حركة السياحة. ولكن كيف حاز الجمل على ذلك، وكيف كانت قصة دخوله لمواقع البجراوية الأثرية كما يروي ذلك عبد القادر أول جمالي بالبجراوية؟ مزايا الجمال في النزهة والسياحة في منطقة كالبجراوية بتلالها الكثيبة ورمالها الذهبية لها من محفزات الإمتاع والترويج ما لا يدركها إلا صاحب تجربة. When the sun is hot, I'm very happy to be riding the camel because it does the work for me. They're amazing creatures. Go so long without water, which we can't. So yes, and a good view as well. Thanks. ولكن حتى يدر الجمل دخلا اقتصاديا وربحية جيدة، لابد من التدقيق أولا في نوعية الجمل واختيار الأفضل، ومن ثم تجهيزه وإعداده بما يلزم لنجاحه في هذه المهمة. وحتى يكون الجمالي حاذقا وذكيا في الترويج والتسويق لخدماته وتميزها وجودتها على الآخرين، لابد من كسر حواجز اللغة سريعا واكتساب مهارة الإقناع وكسب الثقة للسائح أو الزائر. ويبدو أن السلطات المعنية بالسياحة بولاية نهر النيل تولي أمر الجمالة عناية واهتماما خاصا، فهي كما شاهدنا تطلع بأدوار كبيرة وتعمل حسب ما لديها من خطط وبرامج لترتيب وتنظيم خدمات الجمالة لتنسجم مع مطلوبات السياحة. وفي جزء آخر من البجراوية، وقبل أن يقترب الزائر من المدخل الرئيس لأهرامات البجراوية من الجهة الغربية، تنشط حركة تجارية رائجة يتنافس فيها الباعة في عرض كل ما يتعلق بتراث الحضارة المروية والسودان والمنطقة، فالتقاليد والموروثات الشعبية تجسدها معروضات الباعة التي تشكل بألوانها وزخارفها وحسن عرضها لوحة جميلة. شفت القطعة دي؟ دي اسمها ايد الفايقة، دي بيعلقوها زمان في البيت بتاع العريس، بالنسبة يعني زي الديكور كده وحاجة بشكل زي ده من التراث السوداني. بعدين في حاجات اسمها جدلة صغيرة، دي بيلبسوها النساء في ضرعات من التراث السوداني طبعا برضو. بتطلع فوق العالي بشوف دمير خالي قمر قوس سكنوا من البحر. بالسمحات قرايا بلاي ما في سايا يا كتلات للفنجر بيبايو.
الوصول لمرحلة العرض الجيد للقطع الأثرية التجارية الفلكلورية لا بد أن يسبقها عملية شاقة لجمع واقتناء المعروضات، لكن بعضها خاصة مثل هذه المجسمات الحجرية الصغيرة لأهرامات البجراوية تتطلب صناعتها القيام بمهمة معقدة اكتسب مهارتها باقتدار الشقيقان خالد وعبد الحفيظ، حيث يتطلب الأمر الذهاب لإحدى الجبال بوادي الطرابيل والصعود لقمته ومن ثم العثور والحصول على نوعية الحجر الجيد الذي يصلح للقطع والتشكيل والصقل والنحت والرسم بقدر عال من الجودة والسرعة والإتقان والتناغم والمهارة والفن والإبداع. الاستفادة اقتصاديا من خدمات السياحة بالبجراوية أغرت إحدى الشركات الإيطالية من تصميم نزل سياحي رائع قامت بتشييده وبنائه من مكونات البيئة المحلية، فأصبح من روعته وجماله وحسن تدبيره يدهش السودانيين قبل الأجانب. وعلى الجانب الآخر دخلت الدولة بقوة في سوق التنافس في خدمات السياحة بالبجراوية بهذا المنتجع السياحي الأشبه بواحة سياحية صحراوية لم تخرج به في تصميمه المعماري وأنساقه الهندسية من ملامح حضارة المرويين بالمنطقة.